صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قوم الذين بنوا على هام العلا بيتا يزاحم سمكه كيوانا، هذا وهم أعيان كل قبيلة في الناس لما عددوا الأعيان. وإذا القبائل عددت أقرانها كانوا على أقرانها أقرانا. لي إخوة كانوا وكنت بقربهم أحمي النزيل وأمنع الجيران. أنا بنت من؟ أنا أخت من؟ أنا من أنا إن أنصف الدهر الذي عادانا؟ واليوم أسأل عنهم الخيل التي صارت صدورهم لها ميدانا. واليوم أسأل عنهم البيض التي صارت نحورهم لها أجفانا. واليوم أسأل عنهم السمر التي صارت رؤوسهم لها تيجانا. أحسين صلواني علي محرمون أم بعد فقدك أعرف السلوانا؟ أيامنا في طولها كسنيننا، حزنا عليك وصبحنا كمسانا. القوم قد عزموا الرحيل فمن ترى يحمي يتامانا؟ ومن يرعانا؟ يا حسين حاد يضغونا، عزم على الشيء ومن الصبح دنوا لنا نوق المهازي. ما شاء الله على استعدادكم ومعجورين، والله يعودكم.
ولا يردون نسافر يا بعد اهلي ونخليك يا ليت من قبل السفر نقعد نواري هذا الفراق وين يا ابن امي نلاقي لا تقول خلتني العزيزة بغير تغسي لا تقول عني سافرة وما ودعوني شال خواتي ولا القبور ما شيعاني أنا يا ريتهم وياك يا أبو غلي بالبر يتركوني لا روح حسرة ميسرة فوق المهازي وحسينا شلون تحشم أبو علي خويا محمل سكينة لو تزلزل من يجيله لو طاح من عدنا طفل يا هولي حاد الضغان ترويعنا يبرد قليله والبار الاكفر ما تقوط على الرجاج وحسينا بالله جاوب عن زينب بهذا البيت الله يرحمك يا من العطية شكر الله سعيك ولا كأنه يسأل زينب زينب كيف حالك اليوم أخي طولها الونا بارك الله فيكم قالت حرق الخيم يا حسين ما خلى لنا حا وحريمكم تيه عقولها فقد الأرجاء والله ما ظل النجلد لركوب الإجماع وانا ولا ساعة غفت عيني من اللي وعلى حسين شلون ودعت بعد صاحت ودعتك الله يا ذبيح الماء شراب ماء وعلاك يا نور العين سافرت بيتامى يا مقطع الأوصال لو يحصل على هواي ما فارق جسمك يا سلطان المدينة شلون شلون امشي ويظل حسين وحده وحده ومحد من عمام حضر عند اريد ابقى لمن ينحفر لحده هاي القصيده الان اقراها يستلزم جانب منها انا وياك نقرا والباجي علي اقراها بارك الله فيكم ولا خادمك على امرك وشيد البيت وياي صاحت ودعتك الله يا ذبيح الماء اشرب ماء وعناك يا نور العين سافرت بيتامى يا مقطع الاوصال لا يحصل على هواي
ما فارق جسمك يا سلطان المدينة. ويلاه نظرت إلى تراب كربلاء، يا كربلاء لمي جسد شيخ العشيرة، يا كربلاء حفر إلى الوالي حفيرة، ولحد الجسم حسين عن حر الظهيرة، ليكون تبقى جثة الوالي رمية. ارتجت أراضي الغاضرية وكادت تمور، من وين اليابت علي صدر وكافور، ومن وين اليم خدر حفارة قبور، حتى أواري هالجثث يا هاشمي. نادي هليج وغمومتج، خلهم يجونج يحضرون بالشدات، كما يحضرونج يدفنون قتلاهم، وتالي يرجعونج لأرض المدينة بلاد جدج. يا زكية صاحتها البعيدين، بعيدين غني وما يجوني ما يجوني، أنا ما ظنت يدرون بي ويتركوني، وعتبي على البلغاضرية ضيعوني، لكن الأمر لله والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. صدق الله العلي العظيم. مطهرون نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. التدبر في قراءتنا للقرآن دون الكثرة، لا بأس أن تقرأ قرآن كثير، ولكن إذا خيرت بين أن تقرأ آية بتدبر أو جزء من دون تدبر، لا، اختار آية بتدبر، فقد قال رب الأرباب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الآية حجة عليك، وجنابك من تقراها بدقة تستنتج كثير من الخفايا، خفايا الأمور اللي غايبة عليك. هالليلة الآية اللي بديت بيها، أنا عندي بعض الأفكار اللي أخذتها من المفسرين أنقلها لمحضركم، وأنت جنابك الواعي شنو تستنتج منها هم أضف عليها. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق. أول شيء نشوف من هذا السياق جواز ذكر المقاتل،
لأن الله سبحانه وتعالى في هذا المكان في سورة المائدة يروينا مقتل هابيل ابن آدم. فإذا رب العالمين جوز لنا أن نقرأ مقتل هابيل ابن آدم مو دوران سنتة، لا، في قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار، إذا ماكو مانع أن إحنا نقرأ مقتل الحسين عليه السلام، هذا جواز ذكر المقاتل. وإذا تشوف أكو ناس يعترضون على هذه المآتم والمنابر ويسمونها بدعة، فيمكن أقدر أقول الحق معه. ليش؟ لأنه هذه المنابر والمآتم تبين بلي حقيقة يزيد ابن معاوية الذي يعترف به كثير من الناس أنه إمام عدل، وإذا ثبت أنه هذا قاتل لريحانة رسول الله راح ينهدم، عرفت له لا، فيحاربون هذه المنابر والمآتم. والعجيبة يعني هذا الإهانات اللي جاي توجه إلى مآتم سيد الشهداء وإلى هذه المنابر، لو بقدها يصير هذا الكلام يتوجهون به إلى الملاهي اللي في بلاد المسلمين لكان أولى وأحسن. جاي تحارب الحق؟ لا زلت تحارب الحسين عليه السلام؟ أكو أولويات؟ شنو غاثك أنت؟ ثم تكذب أمام الملأ العام على طقوسنا؟ إلى الله نشكو. إذا ما تدري خلي نقول لك، هذه المآتم نحن نذكر فيها تاريخ، نذكر فيها عقائدنا اللي رويناها عن أئمتنا عليهم السلام، وفي نهاية المأتم نذكر مصيبة من مصائب آل رسول الله. الإشكال الوارد وين الآن؟ شنو الغاثك أنت؟ إذا أنت الإشكال عندك كيف نذكر يزيد ظالم، العيب مش بينا إحنا، العيب بيك أنت لما تتبع هذا الرجل الظالم. هذا الأول أخواني. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم، جواز ذكر المقاتل. اثنين، بها إشارة بالحق. الله يقول واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق. شنو بالحق؟ يعني خليك حقاني، لما تريد تتكلم كن منصف، تريد تمدحني امدحني بقد الأستاهلة واستحقة، تريد تذمني ذمني بقدر ما تعرف عني، مو تقسي علي، لا إفراط ولا تفريط، لأنك إذا زيدت بالكلام خالفت الله. شوفوا رب العالمين شو يقول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يكتبون عليك أقوالك، من الوصايا العاشرة في سورة الأنعام، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى أن يقول وإذا قلتم فاعدلوا، من ضمن الوصايا، الوصية أعتقد السابعة، وإذا قلتم فاعدلوا بلي ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالله آمرنا ووصانا وإذا قلتم فاعدلوا، إذا تريد تحكي اعدل. هسه مثلا أنا حارب لي شخصية تاريخية، الله يقول لي كن عادل، انقل واقع للناس. هسه مولاي إذا أريد أنقل عن يزيد ابن معاوية أقول، وإجماع المسلمين، هاي مو رواية، هذا تاريخ، مو رواية حتى تقول لي رواية ضعيفة،
تاريخ يزيد ابن معاوية 3 سنوات حكم، بالسنة الأولى قتل الإمامة، بالسنة الثانية حارب النبوة، وبالسنة الثالثة هجم على التوحيد. هذا هو الرجل، هذا هو بالحق. فرد مرة سمعت واحد، خلينا ويا لقاء عالم يصلون وراء ما عدش قد آلاف من الخلق، خذاله هو مقدمة قد 20 دقيقة، نسفنا نسف ما خلى علينا شيء، حكى على الشيعة من تاريخهم وأمتهم اليومنا هذا، حتى المذيع انكسر قلبه علينا، قال له يعني هذولا أليس منهم رجل رشيد؟ هيج قاعد تحكي عليهم؟ قال له أبدا ما فينا. تدرون ليش ما بينا؟ شنو والي علي وأولاده بس. الزهرة روحي لألفداهم قالت وما الذي نقموه من ابن أبي طالب؟ نقموا منه والله نكير سيفه بس. هذا شيء شهر السيف للي يعتدي على الدين كرهه على ابن أبي طالب، وكيف احنا اليوم نحب علي وأولاد عليهم؟ الله يثبتنا على محبتهم إن شاء الله. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق. زين، قل كانت الوادم تقعد يم رسول الله ويسولفون سولفون سوالف ما لها أساس، كم من مشهور لا أصل له، خرافة، لكن الناس أخذت بها. احنا مع الأسف طبعا يأسفني بعضنا يعني كثير من أمور دينه حتى صلاته ما ملتفت لها، ما يعرفها وما يسأل عليها، ولكن للآن بعده بلي البدع موجودة، مثل ما حكتني رجلي، مدري لساني قرصني، مدري عيني رفت، وهذا ما 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 له دليل، ما له وجود في الكتب بلي. فلا تسولف بالشيء ما تعرفه. يقول الإمام علي وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته، فإن الكف عند حيرة الضلال خير لك من ركوب الأهوال. وأكو قول إلى يقول أوصيكم بخمس، لو ضربتم لها آباط الإبل لكانت لذلك أهلا. الأولى لا يرجون أحدكم إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، ولا يستحي أحدكم إن سئل عن أحد ولا يعلمه أن يقول لا أعلم. لا أعلم مو شرط إلا حتى كنت تجاوب غلط والناس تأخذ بكلامك، قول ما أعرف. فيسولفون بمحضر رسول الله عن أولاد آدم أنه ليش تقاتلوا وإلمن قتله، واحد يقول على ثروة، واحد يقول على نسوان، واحد سكتهم القرآن. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. هسه ليش الله تقبل من واحد وما تقبل من الثاني؟ هذا الحديث اللي أنقل لكم الآن موجود في أول رقم من أحاديث اللي يروي صحيح البخاري، وفي أمهات كتبنا الأربعة. قال رسول الله لكل امرئ ما نوى، ونية المرء خير من عمله، وإنما الأعمال بالنيات. اليوم إذا أرد أقوم أصلي يمكم 1000 ركعة جنابك تشوف هيكل مال صلاة، هذه ما إلها أثر بقد النية مالتي، نيتي إلما نويتها حتى جنابك تشوفني ما إلها تأثير هاي الصلاة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، قال رب الأرباب
ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. الرياء لذا مو بناك الشيء قد ما كبر صارت مقبوليته أكثر، لا، رب العالمين يريد كيفية مو كمية. هذا وكيل الإمام الرضا في الأهواز قديم، جمع الأموال من الأخماس والزكوات وردود المظالم ويريد يوديها للإمام الرضا. أكو مرة اسمها شطيطة قالت له عندي دينار سهم الإمام، ما تأخذه وياك؟ استصغره دينار جيبي وخلاه في جيبه، وأخذ أكياس كبيرة من الأموال وصل بها للإمام الرضا. الإمام لما شافه قال له هاي فلوس من؟ فلوس فلان، رجعها عليه، هاي بيها حق الأيتام. هاي فلوس من؟ هاي بيها رشاوي ما نريدها، هاي بيها ربا ما نريدها، هاي بيها مال حرام، هاي بيها شبهة. هاي يقول رجع الفلوس كلها عليه. رجعت بخيبة الأمل، قال لي أوقف جيب الدينار مال شطيطة. نعم، احنا كنا ملك الله سبحانه وتعالى، بالنسبة إلي وإلك عدنا هذا شوية وهذا زايد وهذا قليل وهذا كثير. عد رب العالمين يريد الكيفية، شلون تأديها، شقد بيها صدق، شقد بيها الله سبحانه وتعالى. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله لله، وما كان لله ينمو وما كان لغير الله لا ينمو. الله ما يبارك فيه. حضرتني قصة سريعة أسمعها. يقولون عالم من علماء بني إسرائيل يوم من الأيام قعد الصبح لقى الواد ملتمة على شجرة ويعبدونها، زعل غضب، خذ الطبر وإجا قال إلا اقطعها. وتلقى إبليس، وين رايح يا شيخ؟ قال لقطع الشجرة. قال له ما خليك. زاور وياه، القرآن يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. العالم صرع إبليس، إبليس قال له ما بي عليك يا شيخ، شو تقول له يوميا أعطيك دينار مثلا؟ دينار بكين شوي، 10 دنانير، ما ترجع؟ شو تقولون؟ يرجع له ولا فلوس؟ يرجع فلوس هذه. بلي، لا يغرنك من المرء رداء قلعه، أو جبين لاح فيه أثر قد وضعه، أو قميص فوق كعب الساق منه رفعه، أره الدينار تعرف غيه من ورقه. يعني الفلوس بلي تشوف شلو شمر، مو يقول الحسين روحي له الفدا، يقول لدانك من جائزة يزيد خير لي من جدك وشفاعة جدك. بل هاي الفلوس. ورجع والطبر على اجتافه، يوميا يلقى الفلوس حد رد له وساعده، يومين وثلاثة والاسبوع ذاك اليوم قاعد الصبح ما لقى الفلوس، مديد على الطبر وراح. لا قابلي سوين، قال لك ضحى بعد اليوم ما ارجع. قال له ما خلي، لكن هالمرة إبليس صرع العالم. قال له شلون هالمرة غلبتني؟ قال له ذيك المرة من أجيت الله نصارك علي، كيف جيتك كانت الله، بس اليوم قلبك محترق للفلوس موش الله، الله ما وفقك، ما كان لله. إذا واحد يروح الله، فالله تقبل من واحد ما تقبل من الثاني من ولد آدم. وارد أوصيكم وصية أخواني الشباب، واعتذر من شيبتنا والكبار هم أكبر من أنا أوصيهم، لكن أخواني الشباب، هاي اثنين من الأشياء الرياء والعجب، هذني هتكن الإنسان. الرياء يهتك الإنسان في الآخرة، والعجب يهتك الإنسان في الدنيا.
هسا الرياء خو خلي الله قدام عينك يروح عنك الرياء. العجب شو تسوي له؟ هسا جنابك لما تطب للماتم وتشوف أربعة خمسة التموا عليك سلام عليكم، تقدم منا تفضل منا، ها طبعا طبيعة الإنسان شوية شنو تشيل بي، يشوف روحه شيء. يقول الإمام الباقر: وسد سبيل العجب بمعرفة النفس. إذا الوادم كلها قالت لك أحسنت أحسنت أحسنت، فكر قول أنا صدق أحسنت. اتذكر إذا عندك أعمال بينك وبين الله ما ترضي الله، ذيك الساعة أنت راح يموت عندك العجب. واضح شلون أخواني؟ وسد سبيل العجب بمعرفة النفس. يقول الإمام أمير المؤمنين: وإذا زكي أحدهم خاف مما يقال له. إذا قالوا عنه أنت خوش زلمة مؤمن خير شريف، يقول خاف مما يقال له، فيقول: أنا أعلم بنفسي من غيري، وربي أعلم بي من نفسي، اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني أفضل من ما يظنون. نعم أخواني، فكل واحد جاب ذبيحة. شوف بالله هاي أعمالهم اللي عملوها، صلاتهم اللي أدوها لله مقبولة، شلون مقبوليتها؟ كل واحد من ولدي آدم اثنينهم هابيل وقابيل يذبحون ذبايح، وتنزل نار من السماء وتحرق ذبيحة المقبولة، ونزلت النار على اليمن على ذبيحة هابيل حرقتها. زين الله تقبل من هذا، بعد شنو ذنبه ذاك حسده؟ قال: لا أقتلنك. والله دقيق سووا مع رسول الله هيك، الله فرضهم على الناس، قالهم أنتوا قادة المجتمع، قالوا: لا، ما يمكن أن أنتم تكونون قادة، وأخرهم وقتلوهم، سبوا نسوانهم، قمعوهم، ولهذا اليوم جاي حرب. قال: لا أقتلنك. علي من تقتلني؟ شو مسوي أنا؟ هذا شنو لغة العاجزين؟ هذا القتل، القتل لغة العاجز اللي ما عنده حكي، ما عنده دليل، ما عنده جواب، شو يسوي مولاي؟ بالقتل، بالتهديد. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. شو الحكي؟ منطق له لا، ما عندهم جواب. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قتلوه، حرقوه، فجروه. هذا الحكي. شوف شلون تقتلني؟ استحوذ عليك الشيطان؟ قال لأخوه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. أرد أسألكم والعالم كله يمكن الليلة يسمع، هم سمعتوا لكم عالم من علمائنا يأمر بقتل أحد؟ إيه والله حاشاهم. هم سمعتوا لكم عالم أمر لمجموعة وقال له روح للجنة البس لك حزام وفجر الوادم؟ هاي ما تلقاها عندنا. وحتى لو صنعونا واحد بهذا المعنى ولبسوا أمامه قد هاي الحسينية ما نقبل، ما نقبله، لأن إحنا عندنا مبدأنا القرآن: من قتل نفسا بغير نفس، ما قال مسلم، أي نفس، أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. نعم، جدنا المختار ليس أمية، وجدتنا الزهراء ليست سمية، ونحن ولاة الأمر لسنا رعية، ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا. نعم أخواني، فقال شلون تقتلني؟ ما يمكن تقتلني أنت، وحتى لو تمد إيدك علي أنا ما قتلك، أنا أخاف من الله، أخاف من رب العالمين،
شلون تحلل دمي انت؟ انا مثلك اصلي واصوم، الغاثك فيا شنو؟ شهر رمضان سوى نصوم ونفطر، بالاشهر الحرم سوى، ونروح نطوف على الكعبه سوى، ونهرول سوى، والقران واحد والنبي واحد والقبله واحده، هذا كله ما مثبت لك انا مسلم؟ شنو اللي بيحدمي إلك؟ شايف أعترض على يزيد وأقول يزيد قاتل؟ لما ما أؤمن به ما نؤمن به، لأن مولانا علمنا قال ومثلي لا يبايع مثله. إحنا مو الآن مشكلتنا مو مع فرده، هو أنت راح مع أفكاره، فكرته موجودة، لكن لا زال إبليس متلبس بهذا الرجل أخوه، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. زين، من ارتكب الجرم الشوى بعد تندم تندم، لكن هل الندامة فائدة؟ كل واحد إذا أقدم على عمل منكر إذا خلص يتندم، بس ما تلاحق بعد، ماكو شعرة. زين، أول واحد اللي يموت من ولدي آدم، ماكو قبله ميت، ما يعرف شو يسوي به من قتل أخوه، قتله بصخرة ضربه. فجابه وخلاه بين نبات الأرض، هذا الطالع بالأرض شنو؟ هو ما اقتنع بهاي العملية، جابه خلاه على كود مال التراب وما اقتنع، وجابه وخلاه على شجرة وهم ما اقتنع، إلى أن فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. الله ودى غراب ظل يبحث الأرض حتى يراويش يسوي، يعني أنت أحفر الأرض وادفن أخوك. القتل صعب. تدرون الأعظم من هذا الصعب القتل شنو؟ موئجة اثنين مفردات بالقرآن معنا، الفتنة أشد وأكبر، هم أكبر، يعني ذاك القاعد ويغرد ليل ونهار، روح اقتل نفسك، روح اقتل، ويحرض الناس ويشحنهم غيظ ويخلي المسلم يعتدي على المسلم، ترى هو اللي يتحمل المسؤولية. الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. ورد في الحديث أيضا يا شباب اللي أكبر من القتل أيضا والأعظم الغيبة. سجنابك من تقتلني تدري شنو الكرامة لي؟ كرامتي أن تدفني. ليش؟ لأن بدني بعد يوم ما يتحمل يخرب، فيقول على الله يخرب جسده قوم دفنه، لكن إذا استغابتني تقتل شخصيتي وتخليني مذموم وأنا مشي بين المجتمع. ورد عن رسول الله الإنسان بناء الله، لعن الله من هدمه. يلي استغاب الوادم مو بناك هذا، إذا قعد بالليل بالحلوات وقال استغفر الله استغفر الله الله سامحه، لا، هذا لو يستقر على سطح الكعبة يستغفر إلى أن يموت الله ما يغفر له، لما ما يجي يعتذر من المعتدي عليه ومستغابه. اقروا في آيات النواهي في الحجرات، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. اسمعنا أخواتي، الله يبارك بيكم، هنا تفرد رب العالمين بالقوم ثم عرج ولا نساء من نساء، لأن هاي الخصلة مالت السخرية كثيرا ما تلقاها عند النساء، يسخرن بعضهن من بعض، وهاي السخرية تعدي على الله. لما ما تشوف لك واحد تعيب عليه معناها مو قاعد تحكي عليه، انت قاعد تقول الله شغلك مو عدل، هذا مو صحيح تسوي، بلي في اي صورة ما شاء ركبك.
ديروا بالكم من السخرية، لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. صلى الله أن ينفعنا بهذا القول ويجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسن إن شاء الله. الله بعد هذا لما ما قتل أخوه وعلم كيف دفنه يقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وصارت الشريعة تحث على أنه إذا واحد حضرت المنية بل إلى مقدمات قبل الدفن كون تسويها. يقول إذا مات، إذا أنت قاعد يمه تغمض عيونه وتمد رجليه وقبلها تخليه صوب القبلة، ها تخليه صوب القبلة. وإذا مات تعجل بدفنه، ليش؟ حتى لا يخرب جسده. وقبلها تقوم تغسله بالمياه الثلاث، سدر وكافور وقراح. وإذا فرغت من الغسل تخليه بكفن، والكفن أكثر من قطعة، مئزر وإزار وقميص، ومستحب تلف على رأسه عمامة. وللمرأة يخلون حجاب استحباب. من المستحب تخلي وياه جريدتان، نوع من أنواع النخل هذا، تجيبه الجريدة مالته وتخلي ويا الميت، هذا يأنس مدامها خضرة بقبره يأنس. هاي لا أنساها، هاي أقولها مستحب قراءة سورة الملك للميت، هذه مولاي توخر عنا وحشة القبر واضبوا على قراءتها. بعد الصلاة عليه والاستغفار له خمس تكبيرات. بعد وتشيلون على الأيدي وتجيبون بتهليل وتكبير وتحفرون ملحودة وتخلون خده على التراب، سمت لي موت بعجل تحضر هلا، هذا جايب شفن ذا كيف الصلة، هذا يصب الماي ذا كيغسله، هذا يحفر قبر ذا كينزله، هذه عادة الما جروها بكربلة. هاي ذكرتها إلك ولا وحدة منهن أجروها. عبدت ربك في سر وفي علن طه، ومت بأرض أطيب المدن، فلو نظرت حسينا عاري البدن ما غسلوه ولا لفوه، يوم الطفوف ولا مدوا عليه ردا عار تجول عليه الخيل عادية، حاكت له الريح ضافي ميزرين ورداء. صارت صبيحة يوم الحادي عشر بين ما الأطفال نيام، وزينب ما تدري القوم ماذا نووا على ماذا عزم القوم. فرد مرة وإذا تسمع صوت الرحيل
يلا نمشي. زينب قالت لا واحد بكم يدنو، نحن يركب بعضنا بعضا. قامت بنت علي ويا الإمام زين العابدين يركبون النساء والأطفال. ظلت بس زينب والإمام، قالها عما أنا رجل إذا ركبتني الرجال لا بأس، لكن عما أنت من يركبك؟ صعدي يا عم على ركبتي وعلي على ظهر الناقة. وضعت قدمها على ركبة الإمام، ارتعد الإمام، سقطت زينب. صاحت عباس ماني من المدينة بذمتك جيت، لجلك ولجل حسين عفت الوطن والبيت. للعلقم امشي نروح يا سكنة، كنا نبكي ونشكي الحال عند الكفلنا، ونقل لمسنا الظن ونريد هنايا. ولا زينب شافت جسد المولى عليها الرماح والسيوف، بس أريد تدقق وياي بالحكي. اختارت من دون النساء، قالت يا رباب روحي زيح الحديد من جسم الحسين. ليش اختارت الرباب مش غيرها؟ قال لي أن الإمام مسلبين وعريان على وجه الثرى، ويستحن بناته وخواته تمنعهن هيبة الإمام، ما يدنن يم جسمه. صحت ريض بينا نواري جثة حسين الشهيد، ولا يشيل الضغن عنه ويظل مرمي على الصعيد. يا رباب بعجل قومي وزيحي عن جسم الحديد، وسجي ابن امي عديل شن على وجهه طيحته. التفتت الذاك العليل مقيد ويهمل العين، نادت اطرح السلاسل عنك وخلها الوني. ساعدني خل اكمل هالابيات. قوم ويا الحرام من قبل السفر وتفن حسيه، انا في ضد موقني وانت قلب جثته. صاح اما الوقت ضايق والضغن عزام يشي، والحرام ما تدفن الموتى وانا قدي ثجي. عم ودعي اخاك وانت على ظهر الناقه. نظرت الى جهه الامام، صاحت خويا تبعتك على ريحه الخوه، خويا تبعتك على ريحه الخوه. وقفتني يا خويا بقاع شلوى، لا تقول ما عندك مروه، خويا لا تقول ما عندك مروه، ولا تقول ضيعت الاخوه. انا ماشي يا حسين قوه، انا ماشي يا حسين قوة، ما تدري الشمر بيا سوى. اقولها اي والله، والله ما تدري الشمر بيا سوى، ترى ساطع علمتوني تلوى. والله يا ابو علي الشمر والله ضمني، لطمني على عيوني وشتمني.
والله شتمني لانكسر قلبه ولا يا لا رحمني. آه وحسينا ولا تقول خويا وداعت الله امشي انا عنك حسرة ولا شبعنا وداع منك لو البيدي يصح ظليت يماك ومشت الناقة وحدت القافلة. تدرون زينب شلون مشت بيها القافلة؟ يقول حد ما غابت كربلة عن نظرها زينب كاس رقبتها وتعاين على اخوانها بعد ما راح تشوفهم. يقول تربة مشت وعيونها على حسية تربة تربة وخذت من دم عزيز القلب تربة الاخت ويا الاخو من الزغور تربة شلون تعوف جسم على الوطية. وحسينا هلا بيك. صحت خويا يا ابو علي يا خوي خويا الحرمة يا خويا اخلاف ابوها يا تعاين الظل الدرب اخوها وزينب اهلا ادللوها ترى بديار غربة ضيعوها والله بديار غربة ضيعوها. أريد أقرأ أبيات الدعاء لسلامتكم الله يبارك فيكم وما عليكم زود. أقرأ هالبيت الأول أشوف إذا الماتم إلا خلق وصيح بعالي صوته لم قطع على أكملها إلا نبيات حارة وإذا لا أسألك الدعاء. يقول لما مشت زينب وعينت للعلقمي يلي حدية بناقة بهبة وسكينة دقيت صدرك يوم فارقنا المد هاي الضغينة تسير يا حاد الضغينة قدامي راس حسين خي فوق غسا. ممنون ممنون بارك الله فيكم. ما ترد علي جواب يا ساق العطاشة ترضى أخوك الرمول صاير لفراشة. كأنه أبو فاضل جاوه ولا يختي العتب والله على العين وعلى الراس ورغم الغذر عتبي يا زينب على العبة بس لا تقول حسين ظل جثة بلار فوق الترب مصروع للجنز والانشاء. اين الصارخون الزم قلبك وقرأ هالبيت وياي جارح. صاحت اذا ما تحتمل تسمع بامره اشحال اللي شافت شمير متربق بصدره. صاحت اذا ما تحتمل تسمع بامره اشحال اللي شافت شمير متربق بصدره ثلث القلب شفته طلع من خرز ظهره
ميمونة صار يميل كل ما صاحب مال. آه خويا خويا يا عباس ما انت اللي جبتني وبيدك يا خويا ركبتني. يا عباس ما انت اللي جبتني. آه وبيدك يا خويا ركبتني. خويا اقعد يا خويا وشوف متني ترى سياط مي الوارم ولا في امان الله احجاب صوني في امان الله عز عليك مسرانا وجسمك مودع. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله 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 يا الله. اطلبوا حوائجكم. أحسنت. ورأس الدعاء وأهم دعاء اللهم عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. هالجمع المؤمن بارك بهم من الأخوة والأخوات وحسن عواقبهم يا كريم يا الله. والقائمين بهذه الخدمة وفقهم لكل خير ترتضيه. إلى من مات على الإيمان الفاتحة مع الصلوات.